حتى عالموال تمسي ياسم ظبط حاله شعبه مديون وطفران العطرة عالشعب اللي عايش مذلول بوطنه متابعينا متابعي وكالة خبر الفلسطينية، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا عالبال. وفي حلقتنا لليوم رح نسأل عن مصروف المدرسة كم كان، فخليكم معنا حتى تشوفوا إجابات المواطنين. تعرف فيكي؟ في دائرة دوان. طلع فيها في دائرة دوان. شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. شو بتعملي في حياتك؟ بدرس كل حياتي. شو بتدرسي؟ بدرس إدارة أعمال، وهي سنة سنة تحضيرية. تدرس إدارة أعمال، في عندكم أعمال ما تفكر تديريها بس تخلصي؟ مش عارف، أحب أعمل إيه لي شركة صغيرة تسمم شركتي. طيب إن شاء الله بكل التوفيق. اليوم نسأل عن مصروفنا في المدرسة، كم كان مصروفك في المدرسة؟ كان 10 شيكل. كان 10 شيكل، طيب يعني منيح 10 شيكل. شو كنت تصرفي؟ ولا كنت أخبي 5 وأصرف 5. تخبي 5 وتصرفي 5، في شو كنت تصرفي الخمسة؟ كنت أخذ من الدار يعني أكل، والخمسة هيك إشي يروح عصير شيبس وبس. دليل حالك. آه بالضبط. الخمسة الثانية بس تحوشيها شو تجيبي فيها؟ ولا شيء، أحوشها وهيك وأشتري إشي أنا محتاجيته يعني هيك زي أعتمد على حالي لأنه مش كل شيء. عندك خطط استثمارية. بالضبط. اليوم سألني عن التلميذ النفس بس في المدرسة. كم كان مصروفك في المدرسة؟ شكلين ثلاث كان مصروفنا. آخر رقم وصلته كم كان؟ 5. في أي صف كان؟ بجوز كان صف 10. شو كنت تشتري فيها اكثر شيء تصرف؟ يعني كنت مره اذا بدي اروح بتاكسي على بفرض على المدرسه ما اشتريش، اذا بديش اروح بفرض اذا اروح ماشي اشتري عادي. بدك تدلل حالك ما تشتريش. ما تشتريش بدك تروح بفرض خلص ما تشتريش. بروح مكان الاجار كان 3 3 ونص هيك شيء كان الفرض، وهذا هو يعني تروح زي ما جيت، بس يوم بدك تفطر ولا شيء برد جماعة من الدار بروح ماشي بروح اكل هيك كانت يعني. تعرف في ساجد لا وسهلا فيه، كم تأخذ مصروفك على المدرسة؟ 10-5. انت اي صف؟ 10. صف 10. 10-5 شو بتسوي فيها بالعادة؟ باخذ سندويشة وكولا. سندويشة وكولا ب 10 شيكل؟ لا، الخمسة الثانية بطلع مواصلات، والثانية شكل النص بشرة عصير اشي باخذ. بتكفيك ال 10 شيكل بتحس ولا بدك أكثر؟ هي في الوضع الحال كله غلي. بكفيش. بدي اروح اطلب من ابوك، شو بحكي لك ابوك؟ وودعنا الله احنا. شو بحكي لك طيب؟ موش. عالبال يا وطننا ماشي الحال وتعودنا، عالبال يا وطننا ماشي الحال وتعودنا. تعرف فيك؟ محمد تيم. اهلا وسهلا يا محمد، وين حضرتك؟ من بير نبال. اهلا وسهلا فيك، يعني جاري. حياكم الله، شرفنا فيك. احنا بنسأل عن موضوع اليوم مصروف المدرسة، كم كان مصروفك في المدرسة في آخر صف؟ يعني في آخر صف 5 شيكل، يمكن 4 شيكل. 5 شيكل؟ 5 شيكل. وشيك شو رأيك فيه، كان بكفي ولا بكفي؟ يعني بصراحة كان بكفي وزيادة. احنا في بالنبالة ما نحتاجش لمواصلات يعني. كنت كله على كرشك؟ كله على كرشك. كنت تدلل نفسك؟ 100%. كنت تصرفها في البلياردو هان هان هان؟ ما ليش على البلياردو والله، بس كنت اروح العب بلاي ستيشن وكذا. يعني كنت برضه تروح تضيع وقت؟ نضيع وقتنا فيه. هل عمرك جربت تفاوض اهلك عشان ترفع المصروف؟ بصراحه لا. كنت مقتنع فيه؟ مقتنع فيه 100%، وشو ما نحتاج متوفر الحمد لله. تحتاج متوفر يعني؟ يعني بدي اطلع بدي اروح بدي اجي ناخذ غير المصروف. يعني في دخل غير؟ في دخل ثاني صحيح. بتعرف في ايهم؟ اهلا وسهلا، من انت؟ من عمان. شو بتعمل في حياتك؟ بشتغل. شو بتسوي في فلسطين؟ برضه جيت اعيش هون. زياره ولا استقرار؟ لا استقرار. كيف شايف الاوضاع؟ تمام 100%. شو احسن شيء في فلسطين؟ غيري انا طبعا. كل شيء. وانت احسنهم. كل شيء من شو؟ من اي ناحيه؟ من جميع النواحي صراحه، ناسها، البلد، الحياه هون بشكل عام. في عمان كيف شو كنت تاخذ مصروفك على المدرسه كم؟ بتذكر كان ربع دينار، يعني كنت متطور صراحه. ربع دينار متطور. كم بالشيكل بيكون فترتها؟ يعني تقريبا شيكلين، لا شيكل. ربع دينار شيكل واحد؟
فترتها ولا الايام هاي؟ فترتها والايام هاي، يعني الايام هاي بيوصل 20 قرش. كم شو كنت تشتري فيه؟ كم كان يجيب؟ كنت اجيب فيه كل شيء، يعني اشتري عصير واشتري كيك واتغدى وكل شيء تمام، يعني كنت اروح على الدار كثير مبسوط. كان انه هو بجيب هيك ولا كانه ما كانش فيش كاميرات؟ هو بجيب هيك والامور ماشي فيه، يعني فاهم كيف؟ يعني ربع دينار تعمل لك كل شيء بدك اياه. يعني في بركه؟ في بركه، ولهسه في بركه صراحه، يعني كويس. في الاردن ولا هان؟ لا في الاردن، هون بزبطش، انا فيش بركه، ما بيمشي. في بركه هان بس بالمصاري اللي هان. تعرف فيك سهيل؟ اهلا وسهلا. مين انت يا سهيل؟ من رام الله. اهلا وسهلا فيك سهيل. شو ولا مستعار من اسم العائله يا سهيل؟ ايه سهيل. شو ولا مستعار من اسم العائله؟ ابو غويله واللقب شيحه. اهلا وسهلا يا شيحه. الله يسعدك. شيحه من فيلم مصري؟ لا لا، شيحه لقب سيدي الله يرحمه. الله يرحمه، تعيش وتتراحى. اليوم احنا بنحكي عن موضوع هو مصروف المدرسه، بس قبل ما ندخل في مصروف المدرسه شو تعمل في حياتك انت بالآن؟ ولا شيء، شغل دور، بطلع مع الشباب نروح نفطر في الطيره مثلا، نتعشى في الطيره. نتعشى في الطيره او في رام الله، ونقضيها في الحاره، نطلع طشات. جماعه التيره انت؟ لا لا سمح الله. طب السؤال اليوم بيحكي عن مصروف المدرسه، كم كان مصروفك في المدرسه؟ اخر مصروف؟ اخر مصروف وصلت فيه 3 شيكل. هذا اي صف كان؟ تاسع. صف تاسع 3 شيكل. كيف كان طيب؟ بكفي؟ واحنا صغار اكيد كان نص عندنا، زي كني قاعد على مبلغ. قاعد على مبلغ؟ وانا صغير. طب اول مصروف في المدرسه كم كان؟ 5. 5؟ لا صف اول كان 5 بالضبط. 5. طول عمرك مدلله. بالضبط. طب شو رايك في اخوتك الكبار او حدا من قرايبك اللي كان ياخذ شكلين وكان ياخذ شكلين وثلاثه على المدرسه؟ لا انا اكبر وحده، اخوي صغير هلا بالضبط بياخذ 10 شيكل، هو صف ثاني. 10 شيكل وصف ثاني. تحسي انك يعني في تمييز؟ لا بس الوضع تغير يعني اكيد. كنت تروحي تاخذي تحاولي ترفعي تفاوضي ابوك عشان ترفعي مصروفك وانت في المدرسه ولا لا؟ لا ما كنتش احس اني بدي زياده. قنوعة كنتي؟ اكيد. شكرا لك، كل التوفيق. طيب شو رايك في الجيل هذا اللي مصروف الجيل هذا كم بياخذ مصروف؟ للاسف الجيل هذا قاعد باخذ 20 و15، احنا ما لحقناش، يعني اذا بقى معي واحنا صغار 10 شيكل نحسه امير في ايام جيلنا، فالجيل هذا طالع نياله يعني ما تعبش، قاعد بيلبس احلى لبس واحلى سيارات راكبين، يعني الشعب اذا ملاحظ عليه انت هو بعرض زياده كثير على البنوك، فالولاد ما حسوش بالتعب زي ما جيل طلع. لا الجيل الجديد مش حاسس بالتعب نهائيا، يعني سيارات كل شيء. حبيبي يعطيك العافيه. طب شو رايك في الجيل جيلنا احنا اللي كان ياخذ شكلين على المدرسه مصروف؟ جيلكم غير، زمان النص كان مفعول كبير تفرحوا فيه. مفعول كبير نفرح فيه؟ تفرحوا فرحه، يعني حفله تعملوا على النص. نص شيكل؟ ارقص على النص شيكل بكيت. سيدك كان يحكي. انا من عمر سيدك. ابوي كان يحكي للشيكل بتعرف كم بتجيب باكيت شيبس وكول او شو ما بدك وضل معك موس. يعني اللي استفدنا من المقابله لاني انا من عمر سيدك. لا يعطيك العافيه. شكرا. شو اول مصروف اخذته كم كان؟ شيكل او شكلين. شيكل او شكلين فقط. برايك اولاد الجيل هذا بيقبلوا في هذا المصروف؟ لا لا. ليش؟ ابن الروضه ما بيرضى فيه. ليش؟ يعني ما بعرف، في عندي اولاد اختي 5 شيكل 6 شيكل 7 شيكل 10 شيكل هم في الروضه وفي صف اول، فلا ما بيرضوش. الدنيا تغيرت ولا الجيل صار مدلع اكثر؟ الجيل اللي تغير. الجيل اللي تغير ومدلل. طب انت بتفكر ابنك كم تعطيه مصروف مثلا؟ لا يجي الصبي بنصلي على النبي. مش فكرت تتجوز؟ لا لحد الان لا. يعطيك العافيه. طيب الجيل الحالي حسب ما انت بتشوف كم باخذ على مدرسته مصروف في الاردن؟ نص دينار قرايبك؟ حسب شوفي، يعني حسب الماديات او الطبقات نحكي، فاهم كيف؟ الرينج يعني كانت طبقته عاليه بده ياخذ له دينار دينارين 5 انطاره، اما الاطفال والشباب العادي والاوضاعهم مش صح، يعني نص دينار ربع دينار على نفس المبدا. شو كنت تصرفهم انت؟ يصرفوا انت اذا فهرب كنت تدخن مش عارف ليش؟ انا كنت ادخن. حلو، بس الدخان كان تمام. كنت اطلع العب بلياردو مثلا او اشتري فيه من المدرسه. يعني ابوك كان يتعب عشان انت تشرد تلعب بلياردو وتدخن؟ حصل. الله يعطيك العافيه. شو اول مصروف اخذته كم كان؟ كان نص. شو كنت تشتري فيه النص شيكل؟ شو كنت تشتري فيه؟ يعني هذا هو كل ما تملك شغله واحده، شو كان؟ شيبس. باكيت شيبس. باكيت شيبس مش غيره. ك-
كان في بركة في الأيام الماضية ولا ما كانش في كاميرات؟ لا والله كان في بركة، أقول لك فيش بركة في بركة، بس بصراحة الشعب بطل في بركة من وراه. ليش؟ خلاص كل واحد همه نفسه، في فقرة. شو مزعلك الشعب؟ إيه؟ شو مزعلك الشعب؟ كل واحد همه نفسه بحكي لك، لازم في يعني في ناس كثير محتاجة لنوقف معها، مش ضروري بس اللهم نفسي. متابعينا مع هاي الإجابات بنكون وصلنا لختام حلقتنا من برنامجنا عن بال على وكالة خبر الفلسطينية، واستنوني أنا بهالبركات بحلقات جديدة ومواضيع جديدة.